في تنظيفات النهاردة هنغسل السجاد وهنغسله بطريقتين. أول طريقة للسجاد المتبهدل شوية بطريقة الرغاوي اللي هنغرق فيها الدنيا مية كده ورغاوي عشان نحس ان هو نظف وراح زي الفل. الطريقة التانية ان احنا هنغسله على الناشف للسجاد اللي مش متبهدل وفيه بقع بسيطة. هستخدم خل وصابون مواعين في التنظيف وهوزعه على السجادة كويس وادعك بقى بالفرشة، والفرشة تكون ناعمة علشان ما تأثرش على أنسجة السجاد. هشطفه كويس جدا مرة واثنين وتلاتة وهشد بالممسحة عشان اتأكد ان مفيش اي صابون موجود جواه. هوقف السجادة وهرش عليها مية بمعطر علشان تكون ريحتها حلوة، وهسيبها لغاية لما تتصفى خالص من المية وبعدين انشرها على طول. لازم الخطوة دي علشان لو سبتي السجادة ملفوفة كده هتعمل ريحة مش لطيفة. تاني يوم هقلب السجادة على ظهرها علشان اتأكد ان السجادة نشفت تماما. هنرش على السجاد بيكنج صودا من بالليل والصبح هننضفه بالمكنسة الكهربائية. اي بقعة برش عليها ديتوري الاورنج، ده حلو قوي في ان هو بيطلع البقع. تقدري تستخدمي ديتوري العادي وكمان تقدري تستخدمي المية وصابون المواعين والخل. انا دعكتها بممسحة البخار بتاعتي بس تقدري تستخدمي اي فرشة ناعمة. وعلى طول الم السجادة واطلعها في البلكونة علشان تتهوى. اكتبولي في التعليقات هتغسلوا السجاد بأي طريقة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسيف.